بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من الأبطال. زي ما تعودنا كل يوم حد وأربع بنكون مع بعض من الساعة 8 ل 9 ونص عشان نتناول أهم الأخبار اللي حصلت في الألعاب الأخرى على الساحة الرياضية داخل جدران النادي الأهلي ومحليا وكمان عالميا. والحقيقة بيكون الحلقة زي ما أنتم فاكرين أو عارفين بتبقى عبارة عن جزئين. الجزء الأول بيبقى مجموعة من الأخبار وتعليقنا عليها وبعض المداخلات المهمة اللي بتكون على الساحة مطروحة بقوة، يعني مع الشخصيات اللي بتبقى صاحبة الأحداث اللي حصل على الساحة. النص التاني بقى في الفقرة الحوارية. النهاردة فقرتنا عن السباحة. انتوا عارفين حضراتكم ان خلاص أولمبياد طوكيو على الأبواب شهر 7 القادم، في ألعاب خلاص تم التأهل لأولمبياد طوكيو خلاص وخلاص كودي الأمر يعني زي ما بيقولوا، ولكن في ألعاب لسه عندها فرص انها تتأهل. السباحة من هذه الفرص اللي لسه في سباحين وسباحات عندهم فرصة للتأهل. النهاردة هيكون معانا ساندي أيمن سباحة النادي الأهلي صاحبة 21 عام. ساندي ليها تاريخ كبير جدا في الناشئات وعندها مستقبل كبير أيضا في العمومي. يعني هنقول نبذة عن ساندي كده. ساندي طبعا سباحة النادي الأهلي، شاركت في أولمبيات الشباب في طوكيو، أولمبيات الشباب في طوكيو في 2018. أولمبيات الشباب، لا أولمبيات الشباب أنا يعني تقريبا كانت في اليابان على ما أتذكر يعني 2018. مركز ثاني في بطولة أفريقيا 2018 أيضا. مركز أول في دورة الألعاب الأفريقية 2018 أيضا. مركز أول في البطولة العربية، يعني ده ما بين عمومي وما بين ناشئين، فالحمد لله عندها تاريخ كبير في الناشئات وكمان في العمومي. طب إيه اللي عندها ساندي أيمن؟ ساندي أيمن عندها بطولة العالم في البرتغال الشهر ده، والبطولة دي مؤهلة الأولمبياد طوكيو إن شاء الله مباشرة. هي بتستعد لها وبتتمرن بقوة تحت إشراف طبعا مدربينها في المنتخب وأيضا في النادي الأهلي، فلازم ساندي نكون معانا. وزي ما عودناكم احنا الحقيقه بنقرب من ابطالنا الاولمبيين او المرشحين للاولمبياد. شفنا محمد مجدي حمزه جه معانا حلقه من الحلقات، كان معانا ايهاب عبد الرحمن في حلقه ايضا، كان معانا المهندس شريف العريان، كان معانا المهندس شريف العريان رئيس اتحاد الخماسي وسكرتير عام اللجنه الاولمبيه، وشفنا توقعاته ده يمكن من اولى الحلقات للابطال. فاحنا الحقيقه بنولي اهتمام كبير جدا للالعاب الاولمبيه لان هو ده أكبر حدث رياضي على مستوى العالم بيحصل كل أربع سنين. كل التوفيق طبعا للاعبينا ولاعباتنا. وعلى فكرة ساندي أحسن سباحة من 2011 ل 2018 في مصر ده على المستوى المحلي، فلما لعيبة تقعد 2019 كمان معلش، فطبعا لما بتقعد لاعبة أو سباحة الفترة دي متربعة سواء ناشئات أو عمومي على هذا التصنيف أو أحسن لاعبة، الحقيقة كان لازم تكون معانا ونعرف استعداداتها إزاي ورايحة بطولة العالم بأمال كبيرة طبعا، وكلنا بندعمها وكون معانا ونعرف كتير جدا من كواليس تدريبها واستعداداتها. طيب انتوا طبعا عارفين ان في هذه الأثناء بيلعب الاتحاد او النادي الأهلي والاتحاد السكندري بيلعبوا في صالة برج العرب، دي المباراة الأولى في البلاي أوف. يمكن الشوط الثالث انتهى منذ لحظات بفرق 8 نقاط لنادي الاتحاد. الحقيقه خليني يعني طبعا هنتابع معاكم النتيجه، طبعا دي لقطات ارشيفيه، ده الماتش اللي كان عندنا في ملعبنا، انما مش دي لقطات ارشيفيه قبل كده مش على الهوا يعني. خليني اقول لكم انه النادي الاهلي ثلاث اشواط الاولانيين، يعني خلينا بسرعه نقول كده اللي انا شفته واللي رؤيتي يعني. الكوتش ماريو بالما شارك ال 12 لعيب في الشوط الاول والثاني، تقريبا ال 12 لعيب، ما اعتمدش على مجموعه معينه. هو ابتدى بسيف سمير وعمر طارق تحت الحلقه وإيهاب امين وحاتم البحيري ومعاه وينج كمان كان عمرو الجندي. ابتدى كده وكان الجديد انه لعب سيف سمير جنب عمرو الجندي تحت الحلقه. كنا دايما نعرف ان عمرو الجندي مكان سيف سمير، ولكن هو لاعب اختار انه يحط سيف سمير في مركز اربعه. طبعا حضراتكم عارفين ان المحترف الامريكي اتصاب بشد جامد في الضمه وهيغيب على الاقل على اللقاءات القادمه دي. طبعا هو بالنسبه له يعتبر بشكل كبير الموسم خلص وهيكون صعب جدا يلحق اي مباراه من ماتشات الاتحاد لانه الاصابه الوقت ضيق وجت في وقت يعني قاتل، بس هنقول ايه قدر الله وما شاء فعل. حاجه تانية يمكن الناحيه الدفاعيه كوتش ماريو مركز عليها بشكل كبير جدا. يمكن الاتحاد يمكن قبل الكوارتر الثالث كان السكور قليل ما كانش كبير، وكان يمكن لحد نص التاني كمان كان النادي الاهلي مسيطر بشكل كبير على الناحيه الدفاعيه وكان قافل مفاتيح لعب الاتحاد السكندري، ولكن طبعا الاتحاد انتوا عارفين حضراتكم عنده مفاتيح هجوميه كبيره جدا تتمثل في اللاعب هاريس اللاعب الامريكي، وكمان عندك اسماعيل احمد وعندك شوشه وعندك
ميدو، عندك يعني لعيبه كتير جدا يعني عندهم حلول هجوميه، فبيبقى انت دفاعيا مطالب منك تبذل مجهود كبير. بس عايزين نقول حاجه، انه ايا كان النتيجه احنا بندعم هذا الفريق، لانه مستحيل طبعا كوتش ماريو معهوش عصايه سحريه عشان في وقت قياسي في خلال اسبوعين او ثلاثه منذ قدومه انه يقدر يعرف الفرقه، ولو عرف الفرقه يعرف الفرق الاخرى، يعرف نظام التحكيم المصري، يعرف نوعيه او الاتموسفير العام للدوري المصري. طبعا مش هيلحق ياخد كل ده او يعرف كل ده في ثلاث اسابيع، صعب. في حاجات بتكتسبها في المباريات، وان شاء الله يعني وقت مع الوقت اكيد فرقتنا هتكون احسن. طيب خلينا نروح لاخبارنا. احنا بدانا طبعا بنتيجه الماتش بتاع الاتحاد والاهلي، هقول لكم النتيجه ايه او ماشيه ازاي، او الاهلي والاتحاد، وهم هيبلغوني والماتش شغال. طيب احنا طبعا انتوا عارفين حضراتكم ان احنا اول امبارح احتفلنا طبعا مع فريق الكره الطائره بحصوله على الدوري العام، وطبعا كده دي بطوله واتقفلت. وزي ما شفنا بيان او تهنئه الكابتن محمود الخطيب انه طبعا دي لقطات من المباراه اللي فاتت الاهلي والزمالك اللي خلصت بنتيجه 3-0. طبعا النادي الاهلي ما بيشبعش بطولات، وجمهور النادي الاهلي ما بيشبعش بطولات، فخلاص هم قفلوا. زي ما شفتوا حضراتكم في اللقاء او السهره الخاصه اللي كانت معانا في قناه النادي الاهلي، قالوا ان احنا قفلنا صفحه الدوري بنركز في كاس مصر. طب ايه اول ماتش لينا في كاس مصر؟ عندنا الشرقيه للدخان، دي اول مباراه غالبا هتلعب على ما اتذكر بكره ان شاء الله يوم 7/6. فكابتن محمد مصلحي صرح لنا انه طبعا كل اوراقه جاهزه واللعيبه دخلوا طبعا في مود البطوله، والماتش هيتلعب بكره زي ما قلت لحضراتكم. اكيد لا مش على لا ده اكيد هيتلعب بكره على صاله الامير عبد الله الفيصل في مقر النادي الاهلي بالجزيره. والاهلي باذن الله طبعا بعد عبوره لعقبه شارع الدخان هيلعب مع نادي الطيران، واللي جنبته القرعه انه يلعب في الدور التمهيدي. يعني نادي الطيران مش هيلعب في دور 32، هيلعب في دور 16 على طول باذن الله في حاله فوزنا على نادي شارع الدخان. وكل الاحترام لفريق شارع الدخان، بس خليني اقول حاجه انا لاحظتها في السهره الخاصه يمكن ما اتكلمناش من ساعتها. حضراتكم شفتم اللاعبين طبعا جورجيف كريزمير وريموند اللاعب الايه اللاعبين الاجانب، انتوا شفتوا قد ايه هم دخلوا في مود الفرقه. وانا الحقيقه وانا كنت قاعد معاهم في الاستوديو ما كنتش حاسس ان هم لعيبه اجانب، بالعكس هم مستمتعين جدا باللعب في النادي الاهلي، دخلوا جوه الفرقه. الغريب ان اللعيبه المصريين او لعيبه النادي الاهلي المصريين بيحبوا اللعيبه الاجانب والعكس صحيح، وحتى اللي بيلعبوا في نفس المركز. يعني شفنا محمد عثمان كان لاعب ناشئ بيلعب مكان جورجيف في نفس المركز، ولكن الاثنين بيتمنوا لبعض كل الخير. ونفس الكلام بالنسبه لريموند ومثلا عبد الرحمن اللاعب الناشئ، كل الكلام ده كل دي منظومه واحده، وحب كبير جدا ما بين اللعيبه وبعضها، ايضا حب كبير جدا ما بين اللعيبه والجهاز الفني. فكل ده لازم يكون في الاخر نتيجته المكسب اللي احنا بنشوفه، ومش مكسب عادي لا، ده اربع دوري ورا بعض بالتوالي، واللقب رقم 33 في تاريخ النادي الاهلي في الوقت اللي يجي نادي الزمالك في المركز الثاني في عدد الالقاب 27 لقب. والمستقبل لا يطمننا كويس قوي قوي على الفتره الجايه. ودي طبعا دي لقطات، ده جورجيف طبعا اللاعب المحترف زيزيتو انا اسف اللي هو لعب الكره دي. وشفنا قد ايه روحه جميله وقد ايه بيقول لك بيتكلم عن الاكل المصري، يعني حاجه جميله جدا. وخلي بالكم في حاجه اسمها ريبيوتيشن او سمعه النادي الاهلي حلوه جدا جدا. وسمعه النادي الاهلي لاي لعيب محترف بيجي بيخش يعمل سيرش على جوجل او غيره بتلاقي النادي الاهلي صاحب سمعه كبيره وتاريخ عريض جدا واحترام للعقود والتعهدات اللي بيننا وبين الاجانب. مش هتلاقي لاعب اجنبي في اي لعبه سواء كره القدم او العاب اخرى مشي من النادي الاهلي مثلا يعني وقال لك انا ارفع قضيه على النادي الاهلي ما خدتش حقوقي. مش هتلاقي الكلام ده في النادي الاهلي نهائي، بل بالعكس النادي الاهلي هو اللي ممكن يكون فيه اجانب يعني ما بيلتزموش او بيأثروا، والنادي الاهلي كمان بيقضيهم وبياخد حقه لان النادي الاهلي عارف حقه ازاي. فالحقيقه دي اسعدني جدا، وده كان تعليق عن السهره الخاصه اللي حصلت. والحاجه اللي لمستها كلمه السر هي الروح، بين قوسين الحب ما بين الجهاز وبعضه واللاعبين وبعضهم واللاعبين والجهاز الفني. هنروح طبعا لكره الطائره سيدات، والحقيقه بيعملوا موسم جميل استثنائي زي المواسم الثانيه، ولكن الموسم ده موسم صعب. بنستعد للصيد بكره نهائي كأس مصر، ودي لقطات من ماتش قبل النهائي مع نادي سبورتنج في اسكندرية، واللي شهدت طبعا يعني قطع النور مرتين في الصالة. فطبعا النادي الأهلي فاز 3-0 تأهل النهائي، الصيد فاز على نادي الزمالك في 100 عقبة 3-0 وتأهل النهائي أيضا. بكرة المباراة ستقام على صالة أشرية الدخان بإذن الله، هنلهلكم بكرة على الهواء مباشرة، واستوديو تحليلي هيكون الساعة 5، انتظرونا هتبقى في تغطية خاصة عشان ندخلكم في الأجواء ونستمتع طبعا بأداء فريق كرة الطائرة سيدات بكرة بإذن الله ويكسبوا زي ما عودونا.
البطوله بكره، الماتش بكره هيتلعب الساعه 6. طب نادي الصيد ايه؟ نادي الصيد تقريبا هو اللي كان ماشي معانا منافس في الدوري بشكل كبير، وبرده كان المباراه الختاميه معاه وفزنا عليه برده، كان في صاله الامير عبد الله الفيصل. وخلينا افكركم ان احنا بكره مش هيلعب معانا اتنين لاعبات مهمات جدا جدا اللي هم فريده العسقلاني ودعاء الغباشي. طب ليه مش هيلعبوا؟ هيلعبوا مع منتخب مصر في البطوله مؤهله الاولمبياد الكره الطائره الشاطئيه. فطبعا النادي الاهلي مرضاش، كان من حق النادي الاهلي طبعا انه يوقف الموسم، يقول لك لا انا مش هلعب الكاس لما تيجي اللاعبات بتاعتي. ولكن النادي الاهلي دائما حريص على نجاح الموسم المحلي وايضا نجاح المعسكرات للمنتخبات، فالنادي الاهلي وافق انه ما يلعب بدونهم. وزي ما حضراتكم شايفين فزنا 3-0 على سبورتنج، وباذن الله في سكواد كويس جدا جدا عندنا يقدر يعوض غيابهم في ماتش بكره ان شاء الله مع نادي الصيد. نادي الصيد فريق محترم، عمل فرقه كويسه جدا، يمكن هناك اللي ماسك رئيس الجهاز احمد كابتن احمد فتحي، والراجل الحقيقه عامل شغل كويس قوي، ومعاه طبعا كابتن اشرف الفار مدير نشاط الرياضي واحد ابناء النادي الاهلي، فعارفين يعني ايه تفوق في الالعاب الرياضيه، ونجحوا بشكل كبير ان هم يعملوا قاعده عريضه في الطايره. على فكره مش طايره بس، وفي العاب كتيره جدا نادي الصيد الحقيقه عامل فيها طفره، ودي حاجه حقيقه تسعدنا ان نادي يعني لما نادي الصيد يخش، انتوا عارفين طبعا نادي الصيد نادي اجتماعي اكتر ما هو رياضي، ولكن شايفين دلوقتي بدا يخش في الرياضه، فاكيد القاعده الرياضيه بتزيد، ودي في الاخر لصالح منتخبات مصر. هنروح لهنا جوده نجمتنا في تنس الطاوله. هنا جوده بتحصد فضيه بطوله تونس الدوليه اللي اتلعبت واختتمت منذ يومين يعني او عده ايام من 26 ل 30 مايو. هنا جوده لعبت المنتخب الوطني تنس الطاوله ونجمه النادي الاهلي توجت بالميداليه الفضيه في بطوله تونس الدوليه واللي اتلعبت في الفتره زي ما قلت لحضراتكم من 26 ل 30 مايو اللي فات. وكنا تابعنا مع حضراتكم في الحلقه اللي فاتت طريق هنا لحد ما وصلت لحد قبل النهائي، دي صوره هنا طبعا لعبتنا صاحبه ال 15 عاما. هنا خسرت في النهائي من بطله ويلز بنتيجه 3-2، اكيد مستنيين منك هنا كتير. ودائما بتقدمي مستوى خصوصا في البطولات الدوليه وطبعا المحليه، هنا 15 سنه ولكن بتلعب في السيدات مع الفريق الاول. طيب هنروح لابطالنا ابطال الكاراتيه. محمد رمضان واحمد اشرف يشاركان مع منتخب الكاراتيه في التصفيات العالميه المؤهله للاولمبياد اللي هتتلعب في فرنسا. الحقيقه البطوله دي جامده جدا جدا جدا. احمد اشرف ومحمد رمضان نجوم الاهلي في الكاراتيه هيشاركوا في التصفيات العالميه المؤهله للاولمبياد واللي هتتلعب في فرنسا في الفتره من 8 ل 14 يونيو اللي احنا فيه. البطوله دي هي المحطه الاخيره لتاهيل او للتاهل للاولمبياد طوكيو باذن الله. احمد اشرف هيشارك في منافسات الكاتا، محمد رمضان هينافس في منافسات الكوميتي. وطبعا ما ننساش نجمه النادي الاهلي الدكتوره جيانا فاروق، كانت اول عربيه مصريه افريقيه تتاهل للاولمبياد، ومتوقع منها بشكل كبير نتيجه جيده جدا 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 في اولمبياد طوكيو، يا رب ميداليه ذهبيه. طب يا جماعه اخبار ماتش ايه؟ ماتش الباسكت، حد يعني حد يبلغني بس بالنتيجه. كده نكون خلصنا اخبارنا مع النادي الاهلي. هنروح طيب خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين. طب هنكمل. طيب هنروح لاخبارنا المحليه. طبعا بنبارك لمصر كلها ووزاره الشباب والرياضه، وبنبارك كمان لاتحاد الجمباز على فوز علي زهران ونانسي طمان بذهبيه كاس العالم للجمباز، نتيجه مشرفه. وشفنا حتى معالي رئيس الوزراء بيبارك لهم على صفحه رسميه لرئاسه الوزراء. توج علي زهران ونانسي طمان لاعبي منتخب مصر للجمباز الفني بذهبيتين في بطوله كاس العالم للجمباز اللي بتتلعب في القاهره من الفتره من 3 ل 7 يونيو اللي احنا فيه. علي زهران كسب الميداليه الذهب في منافسات جهاز الحلق بعد تفوقه على ابطال اذربيجان واوكرانيا. نانسي كسبت الميداليه الذهبيه في منافسات جهاز حصان القفز بعد ما تفوقت على بطلات المجر واللي جم في المركزين الثالث والثاني او الثاني والثالث. البطله شهدت مشاركه 300 لاعب ولاعبه من 16 دوله، رقم كبير، رقم يعني مخيف. وحضرها الياباني موري وتنابي رئيس الاتحاد الدولي للجمباز، واللي اشادوا طبعا بالتنظيم واشادوا باداء اللاعبين. ألف مليون مبروك لعلي زهران ونانسي طمان. أكيد لما علم مصر بيترفع على منصة التتويج دي حاجة بتسعدنا كلنا، وده ثمرة الجهد اللي عمله أكيد اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، ولا نحاول طبعا يكون معانا مداخلات. طيب بلغوني فاضل قد إيه يا جماعة النتيجة؟ 68 تقريبا فاضل 19 ثانية في الكوارتر الرابع، يعني تقريبا انتهت المباراة. فرق 10 بونت النادي الاتحاد 68-58. بعد يعني اخلص بس الجمباز وهقول لكم اللي فاضل 19 ثانيه. طيب اكيد كل الناس يعني اشادوا بتنظيم الاتحاد الجمباز، طبعا مش اتحاد ولا بينظم بس، الدوله المصريه كلها وراه،
والحقيقه ده مش غريب من اول بطوله العالم لكره اليد واللي نجحت نجاح مبهر مرورا بالرمايه الجمباز. جايين الخماسي اقول لكم على خبر على الخماسي. شفنا تصريح للدكتور اشرف صبحي ان مصر تستطيع استضافه 5 أحداث كبرى عالميه في وقت واحد. كل ده مش هيجي من فراغ، هيجي نتيجه بنيه تحتيه قويه شهدت طفره كبيره جدا الفتره اللي فاتت، بنيه تحتيه بشريه كمان، ان انت طبعا مش هتقدر تنظم من غير كفاءات وكوادر اداريه وفنيه. شفنا كمان ماشي معاها في التوازي ناحيه فنيه في اللعبات نفسها، شفنا كاس العالم في كره اليد حققنا انجازات كبيره، الرمايه خدنا ميداليات في كاس العالم او بطوله العالم للرمايه، شفنا كمان في الجمباز. يعني انت ماشي في خطين متوازيين، ان تنظيم بطولات عالميه وبتحط مصر على الساحه الدوليه من جديد كقبله للرياضه، وفي نفس الوقت الناحيه الفنيه انت بتنافس ابطال العالم والدول الكبرى في الرياضه. طيب اليوم انطلاق بطوله العالم للجودو بالمجر بمشاركه مصريه. الجودو من الالعاب اللي احنا مستنيين منها ميداليات كبيره في كاس العالم. انطلقت النهارده او بطوله طوكيو او طوكيو اولمبياد طوكيو 2020. انطلقت النهارده الاحد بطوله العالم للجودو اللي بتستضيفها المجر في الفتره من 6 لحد 13 يونيو اللي احنا فيه. البطوله هيشارك فيها 387 لاعب ولاعبه بيمثلوا 118 دوله. مصر بتشارك في البطوله دي بست لاعبين وهما محمد عبد الموجود واحمد عبد الرحمن في وزن 66 كيلو جرام، وكمان محمد محي وزن تحت 73، ومحمد عبد العال ومحمد عبد الرحمن في وزن تحت 81 كيلو، واخيرا حاتم عبد الاخر في وزن تحت 90 كيلو. ماتشات لعيبه منتخبنا هتبدا بكره باذن الله وهتكمل لحد يوم الخميس اللي جاي باذن الله. كل التوفيق لمنتخب المجر في كاس العالم. طيب احنا زي ما قلنا لحضراتكم الخماسي الحديث عندنا بطوله عالم قادمه. بطوله العالم تنظم من 8/6 لغايه 14/6. اتحاد الخماسي الحديث برئاسه المهندس شريف عريان هينظم بكره مؤتمر صحفي علشان يعرض فيه تفاصيل بطوله العالم للخماسي الحديث، واللي هتتلعب على ملاعب استاد القاهره زي ما قلت لحضراتكم في الفتره من 8-14 يونيو. المؤتمر هيحضره الدكتور اشرف صبحي طبعا وزير الشباب والرياضه. طبعا قلبنا معاك يا دكتور من بطوله لبطوله ومن استضافه من افتتاح لافتتاح ومن ختام لختام، قلبنا معاك يا دكتور اشرف. والمهندس هشام حطب طبعا رئيس اللجنه الاولمبيه المصريه، والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد الخماسي الحديث، وكارلوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي الخماسي الحديث، والدكتور شيرين حلمي الرئيس الشرفي للبطوله. البطوله طبعا هيشارك فيها كام؟ اكتر من 500 لاعب ولاعبه من 45 دوله. انتوا متخيلين يا جماعه؟ البطوله دي المحطه الاخيره في مشوار التاهل الاولمبيات واللي هتتلعب بعد اقل من 50 يوم خلاص. انا عايز اقول لكم حاجه، ان الخماسي من اللعبات المرشحه لحصد ميداليه او اتنين في اولمبياد طوكيو، فبطوله العالم دي هتبقى اعداد جيد للمنتخب على ارض مصر، وفي نفس الوقت هتبقى طبعا اعداد جيد للاعبتنا. بطوله العالم بطوله العربيه للرمايه اللي اتلعبت في نادي الصيد. اشاده الوفود المشاركه في البطوله العربيه للرمايه بحسن التنظيم والاقامه، وده مش غريب على مصر. الوفود المشاركه في بطوله العالم او بطوله العربيه، انا اسف طبعا انا خدت على بطوله العالم، انا اسف كل شويه بطوله عالم، بس دي بطوله عربيه للرمايه واللي بتستضيفها مصر في الفتره من 1 لحد 12 يونيو اللي احنا فيه على ميادين نادي الصيد ب 6 اكتوبر والمركز الاولمبي بالمعادي، اشادوا بحسن التنظيم والاقامه. البطوله بيشارك فيها 300 رامي وراميه من 16 دوله، وهم فلسطين وتونس والعراق وقطر ولبنان وسوريا والاردن والكويت وموريتانيا والجزائر والسعوديه والسودان واليمن وليبيا والامارات، وده بالاضافه الى مصر البلد طبعا المستضيفه. والوفود قدمت شكرها للدكتور اشرف صبحي والاتحاد الرمايه برئاسه اللواء حازم حسني على توفير كل طلباتهم، وانهم خرجوا بالبطوله بشكل يعني جيد، وقالوا ان ده مش جديد على مصر. والحقيقه الواحد بيبقى سعيد بالتجمعات العربيه الكبيره دي، لانه الحقيقه دي بتبقى فرصه جيده لطبعا التقارب وتبادل الخبرات الرياضيه. طيب يوم الثلاث في مؤتمر صحفي لاتحاد التنس للاعلان عن تفاصيل تصفيات افريقيا المؤهله لكاس العالم. اتحاد التنس الارضي برئاسه كابتن اسماعيل الشافعي طبعا نجم مصر في التنس الارضي هيعمل مؤتمر صحفي يوم الثلاث اللي جاي عشان يتكلم عن تفاصيل استضافه مصر لتصفيات افريقيا المؤهله لبطوله كاس العالم تحت 16 و14 سنه ناشئين وناشئات، واللي هتتلعب على ملاعب نادي السليمانيه في الفتره من 21 لحد 26 يونيو اللي احنا فيه. المؤتمر ده هيحضره كابتن اسماعيل الشافعي والمهندس وليد سامي نائب رئيس اتحاد التنس ورئيس اللجنه المنظمه، والدكتور رشيقة أبو شوشة وعضو مجلس إدارة اتحاد التنس، ورامي شحاتة مدير نادي السليمانية. وفي المؤتمر ده هيعلن كابتن إسماعيل الشافعي عن عدد الدول المشاركة واللعيبة واللاعبين واللاعبات
اللي تم اختيارهم علشان يمثلوا مصر في البطوله الدوليه في البطوله دي. طيب انا بس هرجع لماتش الاتحاد السكندري والاهلي لانه تقريبا خلص على ما يعني وصلني. خلصت المباراه فوز نادي الاتحاد، بس هجيب لكم النتيجه 71-58. طيب انا زي ما قلت لحضراتكم انه طبعا احنا بنقول مبروك نادي الاتحاد، هارد لك النادي الاهلي، ولكن زي ما قلنا لحضراتكم احنا الفرقه بتمر بظروف طبعا مش محتاج اقول لكم عليها. الفرقه ادت اداء كويس، يمكن اخر يعني احنا داخلين الشوط الثالث كان فرق 8 بونت كنا نقدر نعوض، ولكن اكيد غياب المحترف. انت دلوقتي بتلعب من غير المحترف اللي بيلعب في الاصل اللي هو كان متغير مكان اليكس يونغ، فانت اوريدي كان عندك مطب اولاني، انت غيرت المحترف، المحترف انت جبته اتصاب، ف يعني حظ سيء بشكل كبير جدا. ولكن احنا متعودين اهلي بمن حضر، واللعيبه نزلت عملت اللي عليها. النهارده طبعا فرق 13 نقطه، انت لو معاك محترف يقدر يحط السكور ده يعني بسهوله، او يقدر يحط ده الفرق ده بسهوله. ولكن كان في النهارده ملاحظه ان احنا جلينا رميات حره كتير جدا، اكيد كوتش ماريو هيعالج الخطا ده، لانه انت مش طبيعي تبقى يعني مثلا انت خسران 13 فاول شوت. انا تابعت الاول والثاني والثالث قبل ما اطلع الحلقه، كان يعني احنا مجالين على الاقل انا من تصوري يعني من 12 ل 15 فاول رمية حر، وكان الفرق ساعتها 8 بونت، لا انت لو حطيت نص دول انت تعادلت. فطبعا اللي بقوله لحضراتكم انه الفرقه في الرميات الحره دي اثرت معانا جدا جدا. حاجه تانية انه يعني برضو في لعيبه مش في مستواها حتى الان، يعني يمكن محتاجين بعض اللعيبه يعني تادي احسن، لعيبه تلعب على الحلقه ما تخافش، يعني النهارده في لعيبه كتير قلقانه تلعب على الحلقه، بيجي لها فرصه تبقى فاضيه وتلعب بتباصي الكوره. لا اللعيبه لازم تاخد ثقه، مش هسمي اسامي طبعا لان اكيد الجهاز الفني هيعرف انا بتكلم على مين، او اللي هيسمعونا هيعرفوا انا بتكلم على مين، لان احنا متعودنا ان احنا بنلعب فرقتنا، ما نخافش نلعب احنا، يعني انت مش خسران حاجه، فالعب بكل الحلول اللي عندك، جات لك الكوره وشايف الحلقه العب الحلقه، حتى لو هتجلي مفيش مشكله، انت كده يعني خد الثقه، خد الفرصه اللي بتجيلك. فاذا الرميات الحره الحقيقه احنا مش موفقين فيها، لعيبه كتير جدا خايفه تلعب على الحلقه، في بطء في الاداء، احنا في الثلاث شوط اللي شفناهم ما طلعناش كتير فاست بريك، يمكن كوره لو اتذكر، يمكن الحاجات دي اللي يعني محتاجين طبعا اكيد نعالجها، وهنتكلم اكيد عن الماتش ده كمان. بس خلينا نطلع لفاصل سريع وارجع لحضراتكم عشان نكمل اخبارنا عن الالعاب الاخرى، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. زي ما يعني بفكركم، انتهت مباراه كره السله او جيم 1 في البلاي اوف اللي ما بيننا وبين الاتحاد السكندري بنتيجه 71-58. الحقيقه انا جات لي احصائيات المباراه، خلينا استعرضها بحضراتكم على الشاشه واقول لكم بعض الملاحظات المهمه جدا، واكيد طبعا الجهاز الفني عندنا هيراعي ده. هنتكلم عن الاتحاد السكندري في البدايه. الاتحاد السكندري جه هداف الفريق هيثم كمال ب 12 نقطه. طيب هيثم كمال لعب قد ايه؟ هيثم كمال لعب 25 دقيقه، يعني ما لعبش ماتش كله. تاني هيثم كمال هو هداف الفريق برصيد 12 نقطه، يجي وراه اسماعيل احمد برصيد 11 نقطه هو ومارفل هاريس. طيب اسماعيل احمد لعب قد ايه؟ اسماعيل احمد لعب 21 دقيقة وربع، تقريبا نقول 21 دقيقة. مارفل هاريس لعب 23 دقيقة، الاثنين حطوا 11 بونت. طيب خلينا نروح لإحصائيات الفرقة ككل. إحصائيات الفرقة في الفيلد جول أو الكور دي طبعا إحصائيات الاتحاد النص اللي فوق ده، أنا هتكلم على الاتحاد الأول. في الفيلد جول نسبتهم شاطوا 60 شوطة على الحلقة، الاتحاد السكندري جاب 25 تصويبة، يعني تصويب 60 تصويبة جابوا 25 نسبة 41% تقريبا 42% تحت، هتلاقوها تحت في الجدول الأولاني تحت. طبعا 41% دي نسبة عالية مش قليلة على فكرة، واحد يقول 40% لا 40% في الباسكت دي نسبة عالية. هنشوف نقسمها بقى، هتلاقي الثلاثة بونت شاطوا الاثنين بونت الأول شاطوا 32 شوطة تصويبة جابوا 17 بنسبة 53%، نسبة عالية قوي، نسبة عالية قوي، صعب تكسب فرقة وهي جايبة 53%، يعني نص المحاولات اللي حاولوا بيها على الحلقة من اللي هي المحاولات بنقطتين جابوا أكتر من نصها 53%. طيب الاتحاد السكندري في 3 بونت شوت 28 3 بونت جاب 8 بنسبة تقريبا 29%، نسبة عالية جدا، نسبة عالية جدا. هتقول يا كابتن ده 29% 28.6 الثري بوينت كل ما بتبعد عن الحلقه كل ما النسبه بتقل، فانت جايب 8 3 8 في 3
يعني ب 8 في 3 معانا يبقى 24 نقطه. 24 نقطه 3 بونت كتير كتير، 24 نقطه 3 بونت يتجاب فينا. طيب الفاول شوت، شاطوا 18 فاول شوت جابوا 13 بنسبه 72%. قبل انتوا عارفين عندنا في الـ في الـ في النادي الاهلي، مش بس ما تقلبوش النادي الاهلي، انا بس اقول لكم في الحته دي بس، النادي الاهلي يعني النادي الاتحاد جلى 5 فاول شوت بس، النادي الاهلي مجلي كام يا جماعه؟ النادي الاهلي مجلي 14 فاول شوت، واحنا خسرانين اصلا 13 نقطه. ده اهو النادي، النادي الاهلي اهو تحت في الفري ثرو او الفاول شوت، احنا شايطين 36 جايبين 22. ده معناه كده ان احنا مجلين 14 نقطه. نسبتنا 61%، نسبه ضعيفه جدا جدا جدا. 14 فاول شوت، طبعا محتاجين تركيز اكتر من اللاعبين. طيب خليني في النادي الاهلي، احنا قلنا النادي الاهلي ناخد مثلا الفيلد جول اللي انت تصويباتك كلها ب2 و3، انت صوبت 49 تصويبه جبت منهم 16 بنسبه مئويه 32% او 33%. 33% نسبتك في التهديف، الاتحاد السكندري نسبته في التهديف 42%، احنا 33 وهم 42. النتائج بتتكلم او الارقام بتتكلم. طيب عندنا في الرميتين، في الرميتين او اللي هو التو بوينتس اللي هو التصويبات الثنائيه، احنا 34 جايبين 12 بنسبه 35%. الاتحاد كام يا جماعه في الثنائيه؟ 51%. تمام، يعني واحد احنا 53 و 35 نسبه اتحاد 53 اكيد، واحنا 35. طيب هنروح للرميه الحره، قلنا طبعا نسبتنا 61% نسبه قليله جدا محتاجين نحسنها. طب الريباوند مهم جدا، ناخد الريباوند. احنا الريباوند كله الفرقه كلها توتال ريباوند جايبه 45 ريباوند احنا، ودي حاجه كويسه جدا على فكره. نادي الاتحاد جايب 33 ريباوند، احنا تفوقنا على نادي الاتحاد في الريباوند، احنا تملكنا الحلقتين. طبعا عمر طارق وسيف سمير ضلموا الحلقتين بمعنى كلمه ضلموها، يعني 45 ريباوند 33، لا دي نسبه عاليه جدا. طيب التيرن اوفر، وده اللي هو الكور المقطوعه، الكور المقطوعه او الووك او الاخطاء اللي هي انفورسد ايرور، احنا توتال 21 تيرن اوفر، الاتحاد 12. احنا 21 تيرن اوفر والاتحاد 12. طبعا الارقام يعني محتاجين تتحسن، اتمنى ان شاء الله الارقام دي تتحسن. انا حبيت بس ايه يعني نكون ابديتد باللي بيحصل. الارقام طبعا احنا ما فيش مشكله، ما عندناش مشاكل خالص، فرقتنا ادت برضو اداء كويس، اداء جيد، عملت اللي عليها، ان شاء الله مستنيين اكتر منهم. والارقام دي اكيد الكوتش ماريو هيحللها تحليل كويس، ولازم اللاعبين نفسها تشوف الارقام دي. انا ما كنتش موافق في الرميه الحره، لازم الماتش الجاي اوفق. عندنا 5 ماتشات لسه، في ماتش تاني وتالت ورابع وخامس، ما عندناش مشكله خالص. بيحصل انت بتبقى متاخر، شفنا فريق السيدات اتاخر 2-0 وكسب ماتشين ورا بعض بقى 2-2، ولعبنا ماتش فيصل لم نوفق فيه، ولكن سهل جدا حتى لو خسرت ماتشين تعوض، ده ما فيهوش اي مشكله خالص. هنروح طيب نروح للكره الطائره سيدات. حضراتكم طبعا شفتوا الماتش اللي فات، تابعتوه معانا. اللاعبه سهيله وفيق، لاعبه صانعه العاب النادي الاهلي اللي كانت في امريكا ورجعت، اللاعبه دي ادت ماتش كبير جدا، واحنا شدنا بيها في الاستوديو التحليل بعد الماتش، عملنا معها تقرير. خلينا نشوف التقرير ده وارجع لحضراتكم تاني. ابتديت النادي الاهلي وانا صغيره قوي، وبعدين جالي حوار امريكا دوت منحه هناك، وبعدين الحمد لله الدنيا اتسهلت يعني وسافرت، ولما برجع في الاجازه بلعب معاهم، او لو ساعات مثلا الدنيا مناسبه في المواعيد ماتشات هناك او حاجه ممكن انزل العب معاهم هنا. هو فادني كتير قوي، لان هم امريكا عموما في البنات وفي المنتخبات وكده كويسين قوي، فان انا اخد احتكاك غربي ده خلاني اعلى يعني كمستوى، ان احنا مش متعودين نلعب معاهم كتير قوي غير في بطوله العالم او حاجه، ف ده اداني خبره كبيره قوي يعني لما لعبت معاهم بقى شخصيا في الملعب. والله احنا خدنا تاني دوري هناك، ودي حاجه يعني الحمد لله ما حصلتش من 2012 في الجامعه اللي انا فيها يعني، وكانجازات ده انجازات كفريق، وكانجازات شخصيا خدت بيست سيرف هناك في الليج برضو، ف
فبالنسبه لاول ليج يعني كانت بالنسبه لي حاجه كويسه قوي، ومفروض ان احنا هنتاهل ان شاء الله بقى، بس السنه الجايه بقى البطوله الانسي دبل اي ان شاء الله. طبعا النادي الاهلي حاجه ثانيه، انا اصلا كانوا وحشيني جدا جدا لما نزلت معاهم، بقول لهم انتوا بجد كنتوا وحشيني، يعني حتى كل حاجه كانت وحشاني، يعني النادي، كابتن حمدي، حتى بتاع العصير بتاع النادي، كل حاجه يعني بجد كانت وحشاني. وهم كويسين قوي يعني بصراحه، وساعدوني قوي ان انا اوصل لحاجه زي كده. طبعا كان اولهم كابتن حمدي يعني، فلا هم حاجه تانية طبعا. فرق معايا قوي ان انا احتكيت، يعني دايما بيقولوا ان دوري بره اقوى بكتير قوي من هنا، فلما انا احتكيت بقى فعلا معاهم هناك لا حسيت بالفرق طبعا، حسيت قد ايه الدنيا صعبه قوي هناك، حتى الاطوال يعني اطوال هناك صعبه جدا، فده خلاني حتى التكتيكس في الملعب وكده اتعلمت حاجات جديده، ولما جيت جربتها هنا نفعت قوي الحمد لله، فده خلاني يعني اخد خبره اكتر، فلما جيت هنا وطبقتها اكتر الدنيا مشيت معايا يعني الحمد لله. والله هي حاجه جديده واعتقدش انها ناس كتير قوي عملتها، فده يعني تشالنج جديد بالنسبه لي، وانا بحب التشالنجز قوي يعني من وانا صغيره بحب الموضوع ده قوي، بس ان شاء الله ان شاء الله يعني انا متاكده ان اي انسان بيتعب بيلاقي، فانا هتعب واسيبها على ربنا يعني. مفيش حد فعلا مستواه ما يأهلوش ان هو يلعب بره، كلنا كويسين، كله يعني انا شايفه ان هم كبنات كلنا يعني، في حتى الجيل اللي جاي جديد دوت، مش عايزه انسى حد، بس كلهم فريده، يوتي، ايا، ايه، في باي غزال، كل الناس الصغيره دي كده كلهم كويسين، كلهم لو جات لهم فرصه حاجه زي كده يا ريت يعني، يا ريت ان هم يروحوا حاجه زي كده، هم يقدروا. طموحاتي ان احنا نخش اولمبياد مصر طبعا يعني كل حاجه، وطموحاتي ان احنا نلعب كاس عالم انديه مع النادي الاهلي، لان احنا دايما بناخد افريقيا، احنا ابطال افريقيا على طول، فنفسي ان احنا نخش كاس عالم انديه عشان احنا بجد كويسين ومندخلش الموضوع ده. طموحاتي ان انا اخد حاجه في امريكا، نخش الان سي دبليو اي ديت وناخد فيها مركز، لان دي اقوى بطوله في امريكا كلها. احنا يعني الحمد لله المفروض هنتاهل ليها السنه الجايه، فيا رب ادعي لنا. ده كان لقائنا مع سهيلة وفيق بعد الماتش اللي فات، ماتش سبورتنج في اسكندريه. بس عايز اعلق على اللي قالته في حاجات. اولا طبعا لعبها في دوري الجامعات في امريكا اكيد فادها بشكل كبير، هي قالت ان في خبرات كتيره استفادت منها، لانه لعبت مع لاعبات لعبوا بطولات عالم، ولاعبات لعبوا مع بطولات كتير او لعبوا في بطولات كتير، فاكيد تبادل الخبرات وان انت تلعب في الاحتكاك ده حاجه كويسه. الحاجه الثانيه خدت احسن سيرف هناك، فده على المستوى الشخصي، وفريق الجامعه بتاعها خد تاني الليج. هم هناك في امريكا عشان امريكا كبيره جدا بيقسموا امريكا زي زونز كده، فطبعا هي بالنسبه لها في الليج ده اتقدمت او خدوا تاني، والسنه الجايه هيلعبوا انه يوصلوا بقى للتوب او الدوري اللي هو زي ما بيقولوا الدوري الكبير جدا اللي هو تقريبا ان سي دبليو اي برده، فطبعا ده الدوري الكبير بتاع الجامعات هناك، وممكن يتاهلوا له السنه الجايه. فواضح ان عملت فرق مع الجامعه بتاعتها. وطبعا دي انا بناشد كل طبعا الاسر وكل اولياء الامور ان هم لو ابنك رياضي ورياضي متفوق جاله فرصه يطلع طلعه، انتوا زي ما انتوا شايفين. وسهيله رجع اجازه على فكره، وبعد كده ان شاء الله هتروح تاني امريكا السنه الجايه، بس طبعا فادت فرقه زي ما انتوا شايفين، فادت النادي الاهلي، ورجع بيقول لك النادي الاهلي وحشني، الجهاز الفني، اللاعبات، حتى بتاع العصير اللي في النادي وحشها، هو ده النادي الاهلي، هو ده الانتماء. طيب الفقره اللي جايه دي انا عايزكم تركزوا معايا قوي، لان الحقيقه هنقول كلام مهم، كلام مهم، والحقيقه احنا يعني عملنا مجهود وبذلنا مجهود عشان نحاول نحصر هذا الكلام لحضراتكم ونجيبه بشكل مبسط ليكم. ملوك الصلاه، طيب احنا بنتساءل معاكم كده، مين ملوك الصلاه؟ احنا يعني كتير او اي يعني مش عايز اقول يعني صفحات كتير وعلى السوشيال ميديا وللاسف مقدمين برامج، اي فرقه بتاخد بطوله يقول لك انا ملوك الصلاه. طب يا سيدي انا يعني معاك وكل حاجه، ولكن احنا هنا متعودين نتكلم بارقام، ما بنقولش يعني كلام مرسل، ولكن كلام موثق وكلام مظبوط وكلام بالارقام، بنشوف مين ملوك الصلاه. وتابعونا عشان بعد كده، انا ما كنتش عايز اتكلم في الموضوع ده الحقيقه، بس لازم يتوضح، والفيديو ده هيوثق الكلام اللي احنا بنقوله وهيوثق مين ملوك الصلاه، ونتكلم مع بعض. ملوك الصلاه، الصلاه ايه هي الاول؟ كل لعبه بتلعب في الصلاه، سله، طايره، يد، تنس طاوله، سكواش، جمباز، في حاجه تانية بتتلعب يعني؟ مفيش. بس انا لو حطيت الست العاب دول انا يعني 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 هحلق في مكان تاني لوحدي خالص انا كنادي اهلي. فانا هعمل ايه؟ هقول الالعاب المشتركه،
تمام بيننا وبين المنافس. المنافس اللي هو دائما التقليدي نادي الزمالك. يعني نادي الزمالك ما عنده يعني جمباز ما في يعني ما فيش سكواش مثلا، ما فيش يعني كاراتيه، يعني مش عايز اخش في الحاجات اللي هي او الالعاب اللي احنا الحمد لله كان النادي الاهلي منفردين بيها. هخش في الثلاث العاب الجماعيه او الكبار عشان ما تقولش يا هيثم ده انت بتحط لي حتى تنس الطاوله بتحط لي ايه، لا ما تحطليش الكلام ده. طيب يا سيدي احنا الالعاب دي اصلا مكتسحين فيها، بس هجيب لك الثلاث العاب اللي انت بتقول يا عم ان انا ملوك الصالات فيهم. خلينا نبتدي مع بعض، هنقسم البطولات المحليه للثلاث العاب دول، الطايره والسله واليد والافريقيه، ونجمع ونشوف مين اللي واخد اكتر بطولات عشان نعرف مين هم ملوك الصالات. طيب هنبتدي بالنادي الاهلي، واول لعبه الكره الطائره. الكره الطائره في النادي الاهلي، وعندكم اهو الارقام، الكره الطائره في النادي الاهلي 33 دوري، والزمالك 27 دوري. خلي بالكم يعني الجرافيك اهو او الجدول، الناحيه اليمين نادي الاهلي، الناحيه الشمال نادي الاهلي، والرقم اللي على اليمين طبعا رقم نادي الاهلي، والرقم اللي على الشمال هو رقم نادي الزمالك. فاحنا 33 دوري نادي الاهلي في الكره الطائره، الزمالك 27. كاس مصر النادي الاهلي 21 لقب، النادي الزمالك 5 القاب. تمام، ده بالنسبه للكره الطائره محليه كاس ودوري. نروح على كره السله. كره السله النادي الاهلي 5 دوري، الزمالك 13 دوري. طيب كأس مصر، النادي الأهلي 10 دوري، نادي الزمالك 13 دوري. طيب خلينا نروح كده لكرة اليد نشوف برضو البطولات المحلية. كرة اليد الرجال، طبعا أنا بكلمكم على الرجال، طبعا سيدات أنا يعني لو كلمنا عن السيدات فحدث ولا حرج. أنا برضو يعني أنا بتكلم في إيه عشان أبقى فير إناف، بتكلم في الحاجات المشتركة اللي إحنا يعني فيها تنافس، واللي هو المنافس بيقول انا ملوك الصالات فيها. انا مش هكلمك في السيدات، لان انا لو كلمت في السيدات كمان لا الارقام هتتضرب في 3 و4 و5 و6 و7 وزي ما انت عايز. طيب هنروح لكره اليد، قدامنا اهو الاهلي 23 لقب، النادي الاهلي 23 لقب، ونادي الزمالك 18 لقب. ده في الكره كره اليد، ده بالنسبه للدوري. الاهلي كاس مصر 9 ارقام، الزمالك 16 لقب. تمام، وعشان برضو ابقى اقول لكم بقى يعني بقى واضح معاكم، واضح معاكم في لقب تاني يعني خلينا المحليه لسه مش هنروح للافريقيه. مجموع البطولات كده السله والطايره واليد كاس ودوري، كاس ودوري 101 بطوله للنادي الاهلي و92 بطوله لنادي الزمالك. يعني محليا فرق تقريبا، نقول عشان مش تقريبا بالتحديد 19 بطوله في مجموع الثلاث تسع، لا ده 101 ل 92 تسع بطولات، انا اسف معلش تسع بطولات. يبقى انا ولسه على فكره احنا مع بعض يعني مع بعض لسه الايام جايه، ف 101 بطوله ل 92 يعني تسع بطولات بالظبط فرق ما بيننا وبين النادي الزمالك. هنروح لافريقيا. تمام افريقيا، هنروح لكره اليد. الاهلي في كره اليد 5 ابطال دوري، نادي الزمالك 12 ابطال دوري. كرة اليد برضو النادي الأهلي 3 أبطال كاس، نادي الزمالك 5 أبطال كاس. حتى لقب السوبر أنا جبته لهوركو كمان عشان ما تقولش إن أنت طلعت لقب السوبر بره. لقب السوبر الأفريقي إحنا لقب واحد نادي الأهلي، نادي الزمالك 6 ألقاب. هنروح لكرة السلة. النادي الأهلي 2 أبطال الكؤوس، على فكرة كان زمان في بطولة أبطال الكؤوس لكرة السلة وموفقة على فكرة. 2 أبطال كؤوس النادي الأهلي خدهم، وخد واحدة بطولة أبطال دوري في 2016. نادي الزمالك 2 ابطال دوري. طب خلينا نطلع للكره الطائره. الكره الطائره النادي الاهلي رجال 14 لقب افريقي ابطال دوري، نادي الزمالك 5 ابطال افريقيه ابطال دوري، ابطال كاس نادي الاهلي 6 ابطال كؤوس النادي الاهلي حصل عليهم، نادي الزمالك 1 ابطال الكؤوس. مجموع البطولات محليه وافريقيه 159 بطوله ل 137 بطولة لنادي الزمالك. ده مجموع المحلي المحلي والافريقي او اللي هو يعني الاقليمي اللي هو الافريقي طبعا. والمحلي 101 بطولة نادي الاهلي ل 92 بطولة لنادي الزمالك. اذا انا مشيت معاك واحدة واحدة وجبت الالعاب اللي انت بتنافسني فيها وجبت مجموع بطولاتي ومجموع بطولاتك، فبتهيألي دلوقتي الحكم وبالارقام لكل الجماهير مش بس جماهير النادي الاهلي،
مين هم ملوك الصالات ومين هم اكتر فرق حصلت على القاب. طبعا مع كل الاحترام للفرق الاخرى طبعا اللي في مصر، في فرق بتتفوق في بعض الالعاب زي نادي الاتحاد الاسكندري مثلا في كره السله، بس طبعا في الالعاب الاخرى يعني مش عندوش ارقام كبيره زي ناديين، فطبعا ما كانش يقدر يخش معنا في السباق ده، ولكن انا دخلت الحاجات المشتركه. طبعا ناهيك، انا بكرر تاني، لو دخلت طبعا تنس الطاوله وما ادراك ما تنس الطاوله والالقاب 11 دوري ورا بعض، لو دخلت لك الجمباز، لو دخلت لك الكاراتيه، لو دخلت لك السكواش، هتبقى الارقام دي هتتضرب في 4 و5 و6. اذا كل الناس بالارقام عرفت مين هم ملوك الصالات، وهو النادي الاهلي. ملوك الصالات هو النادي الاهلي الى ان يحدث اشعار اخر. كده الحقيقه الفقره دي انتهت، وافقرنا او فقراتنا اللي فيها اخبار او تغطيات محليه وعالميه وافريقيه خلصت. هنروح ل فقرتنا الحواريه. بفكركم هيكون معانا سباحه النادي الاهلي ساندي ايمن، صاحبه ال 21 عام اللي عندها بطوله العالم في البرتغال، ومنها ان شاء الله تتاهل اولمبياد طوكيو. هنعرف عنها الكثير واعرفكم عن رياضه السباحه الكثير، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وزي ما عودناكم دائما ابدا برنامج الابطال وراء ابطالنا، طبعا اللي بيكافحوا عشان يتاهلوا الاولمبياد او اللي خلاص ضمنوا مكانهم في الاولمبياد. فالنهارده هيكون معانا زي ما وعدناكم سباحة النادي الأهلي وأحد النجمات الصاعدات بقوة، واللي بتلعب سباق طويل 10 كيلو سباق يعني صعب، معانا طبعا ساندي أيمن. ازيك يا ساندي؟ ازي حضرتك؟ منورة قناة النادي الأهلي دي تاني مرة الحمد لله تشرفينا. طب ساندي، احنا عملنا تقرير عنك كده وعن إنجازاتك، خلينا نشوف التقرير ده وارجع لك تاني. أعزائي المشاهدين، هنشوف تقرير عديناه خصيصا عشان نتعرف مين هي ساندي أيمن. نجح قطاع السباحة بالنادي الأهلي بقيادة وائل عزت في تصدير العديد من الأسماء الرنانة لكافة المنتخبات الوطنية، سواء على صعيد المنتخب الأول أو منتخبات الشباب والناشئين للرجال والآنسات. وقدم أبناء القلعة الحمراء الكثير من الميداليات والبطولات لمنتخبنا الوطني في كافة البطولات القارية والدولية والعالمية، واستطاعوا أن يثبتوا أن لاعبي الأهلي هم الذخيرة الحية لمنتخبات مصر في كافة الأعمار. من ضمن اللاعبين المميزين في السباحة الأهلوية ساندي أيمن، نجمة منتخب مصر للسباحة الطويلة، والتي تألقت سواء على صعيد منتخبات السباحة القصيرة أو الطويلة، إضافة إلى رويدة هشام، والتي قدمت مستوى مميزا في البطولة الإفريقية التي احتضنتها الجزائر في شتاء 2018، كما حصلت على العديد من الميداليات في بطولة الجمهورية الأخيرة والتي أقيمت على مجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي في شهر أبريل الماضي. أهلا بحضراتكم من جديد. زي ما أنتم شايفين قطاع السباحة في نادي الأهلي، وخاصة يعني السباحات الطويلة والقصيرة، لأن طبعا بيقدموا أبطال كتير لمنتخب مصر، يمكن على رأسهم ساندي. طب ساندي كلميني بقى، يعني أنت رايحة تلعبي بطولة في البرتغال مظبوط؟ كلميني عنها، البطولة دي هتتلعب يوم كام؟ أعلنوا عنها إمتى؟ وبدأت تستعدلها إزاي؟ هي البطولة هتبقى 19/6 السباق بتاعي. هي البطولة آخر بطولة مؤهلة للأولمبياد. طب ليه ما شاركتيش في قبل كده؟ كان في قبل كده كوريا انا شاركت فيها برضو، بس ما تأهلتش فيها، ما توفقتيش فيها يعني. تمام، بس جبت احسن رقم في تاريخ مصر يعني. فعلا كان كام؟ كان ساعتين وسبع دقايق عوم. ده انا لو اتكلمتهم هتعب. يعني ما شاء الله ربنا يديك الصحه، يعني حققت رقم 2:07، وده كان اكبر رقم، ده احسن رقم مصر في تاريخ مصر. طيب ده لو حققتيه في بطوله المجر يكفي انت تأهيل ان شاء الله، ولا هي مش بالارقام؟ البرتغال، صح حضرتك؟ إيه؟ البرتغال. انا اسف. هي مش شرط الرقم، لان هي السباحه الطويله بتتوقف على ظروف السباق نفسه او ظروف الجو، البحر عالي، كل الحاجات يعني كل الظروف لازم مش بتبقى زي بعضها يعني. اكيد في كوريا كان الظروف السباق مختلفه عن الظروف ده، فالتايم مش هو اللي بيحدد. صحيح، يعني في عوامل خارجيه بتاثر على سرعتك. بالظبط. 10 كيلو كتير، ربنا معاك يا رب. طب انت المتوقع ليك ايه؟ هو المتوقع يعني المفروض ان انا اتاهل ان شاء الله. ان شاء الله. مين اللي بينافسوك؟ النظام الاول نظام التاهل، بس خلينا نوضح للساده المشاهدين، 10 كيلو سباحه بس. يعني انا لما تقال لي، هي بتقول لي في الفاصل طبعا كابتن ساندي بتقول لي 10 كيلو سباحه، انا تعبت.
لما قلت لي بس 10 كيلو فكرت يعني الماساه الكبيره، بس ربنا يعين. قولي لي التاهل ازاي؟ اشرح لي الساده المشاهدين وحظوظك ايه؟ هو التاهل المفروض بياخدوا توب 10 على البطوله اللي هي اللي جايه دي، ياخدوا اول 10 وبعد كده لو ما تأهلتش من اول 10 المفروض بياخدوا اول 5 من كل قاره، يعني اول واحد من كل قاره، هما 5 قارات. المفروض ان انا لو ما طلعتش من توب 10 ابقى واخده اول افريقيا. طيب خلينا ناخد الايه الورست كونديشن، انت ما طلعتيش من 10 فانت شوت بي تبقي بطل افريقيا. طيب بطل افريقيا عندك مين في افريقيا بنفسك؟ هي واحده بس من جنوب افريقيا، وفي واحده تانية من الجزائر بس انا اتنافست معاها قبل كده ومفروض ان انا كسبتها. فمفروض ان هي واحده بس من جنوب افريقيا. راحت سباق كوريا بتاعت بطل جنوب افريقيا. كانت خدت رقم اكبر منك ولا احسن منك؟ عملت كام؟ ساعتين وكام؟ انا مش فاكره بالظبط، بس هي كانت قبليه ب 10 مراكز تقريبا. 10 مراكز هيبقى بينها ثواني يعني، مش الموضوع كده. بس هي ما توفقتش اكيد في التاهل برضه. لا. وكوريا خدوا اول 10 برضو ثانيه؟ خدوا اول 10. طيب هتروحي معسكر قبليها ولا نظام البطوله ايه؟ طبعا انت عارفه كورونا فالدنيا هي الكورونا ما بوظت الدنيا خالص. بس احنا عملنا معسكر مع المنتخب من 3 ايام كده، هو مش معسكر قوي يعني، هو رحنا اسكندريه بس نعوم في البحر ونتعود على البحر اكتر. بس طبعا مش مخلينا الكورونا، مش مخلينا ان احنا نسافر حته او نروح في اي حته. بس احنا عندنا بحار يعني، عندك البحر الاحمر، البحر المتوسط. بس اخترتي البحر المتوسط عشان البطوله هتلاقي في البرتغال، فاكيد في البحر المتوسط صح؟ فانت اخترتي نفس الايه، نفس تقريبا البحر نفس الاجواء. طب عملت ايه في اسكندريه؟ كنت بتنزلي تعومي قد ايه الوضع؟ كل يوم كان بيزيد اكتر الوقت يعني، في الاول عمت ساعه ونص، وبعد كده ساعتين، بعد كده ساعتين ونص، اللي هو بنزود الوقت بزود عشان ابقى متعوده على المسافه والوقت. طب كنت بتمرني هنا ازاي؟ ما هو هنا القاهره ما فيهاش بحر، ما هل لا بنتمرن في البسين عادي، راحه جايه راحه جايه مش كده؟ بتقعدي مثلا برضو بتقومي ساعه ونص؟ لينا بروجرام عادي زي بتوع القصيره يعني. هي بنتمرن زي بتوع القصيره بالظبط، ونتمرن في البسين، ولينا ارقام ولينا كل حاجه، بس بيبقى التحمل اكتر ان احنا نتعود اكتر. طب قولي لي، انت رحت اسكندريه 3 ايام، ده هيبقى المعسكر الوحيد؟ لا انت خلي بالك البطوله يوم 19، لسه عندك وقت. المفروض ان احنا رايحين الاسبوع الجاي تاني، الويك اند برضو، خميس جمعه سبت. بس كده. طب قولي بتعملي ايه؟ يعني بتاخدوا مركب بتخشوا يعني؟ احكي لي بتطلعوا منين؟ احكي لي التفاصيل. بنطلع من عند الشط لحد ما نعوم. منين؟ من منطقه ايه في اسكندريه؟ الاتحاد المصري للغوص والانقاذ هناك. ده بيطل على البحر على طول، وفي مراكب وكل حاجه. ايوه. تطلع من المركب بنطلع احنا، مش مركب بقى، كابتن بيبقى في المركب بيشرف علينا، لكن احنا بنعوم بقى. انا فاهم طبعا. لا انت بتركبوا معاه المركب وتخشوا جوه شويه؟ لا مش على الشط. لا احنا من الشط لحد جوه بنعوم. يعني بتبتدي من على الشط والكابتن راكب معاكم المركب وماشي جنبكم. ايوه. بتقعدي ساعتين تمشي في البحر مثلا ساعتين، وبعد كده بترجعي بالمركب ولا بتروحي رايح جاي؟ لا بروح رايح جاي. بنبقى ماشيين في مجرى. في مجرى معين زي مثلا مربع او مستطيل، هو ده نفس حتى السباقات بتبقى كده يعني، مربع او مستطيل او مثلث، على حسب هما الاتحاد الدولي ما بيختار. يعني بيبقى على شكل مربع وانتوا بتلفوا فيه مثلا ولا بيبقى خط؟ المفروض في الدوليه بيبقى تقريبا معظمهم يعني بيبقوا 2 كيلو اللفه الواحده. اللفه الواحده فانت بتلفي؟ نلف 5 مرات عشان يبقوا 10 كيلو. بس كده الترنات برضو يعني، الترنات دي بتبقى صعبه. ما فيهاش ترن بقى، هي مركب يعني زي بالونه كده. احنا بنلف حواليها عشان نبقى ماشيين. ما ده ترن، انت اكيد بتبطئ سرعتك شويه عشان تلف يعني. برضو عايزه برضو تمرين. انتوا كده بتتمرنوا هنا كده، بتطلعي مثلا 2 كيلو وترجعيهم يعني، مش شغالين هنا بنفس السيستم هناك؟ ايوه. طيب طب البحر كان عالي مثلا يعني؟ انت حابه في ايام تروحي يبقى في الويند عاليه، في رياح شديده عشان الموج يبقى عالي يعني؟ بتهيألي ده احسن لك. هو المفروض ان احنا نروح في الاوقات اللي هي البحر عالي شويه، لان في البرتغال المفروض ان البحر هيبقى عالي قوي والميه تبقى ساقعه قوي. هتوصل لدرجه الحراره الميه تبقى 18، فده ساقع قوي يعني. طب خليني اقول لك انه يعني انت هتتمرني مثلا، انا بخش معاكي في التفاصيل عشان دي اللي بتشوق الجمهور. يعني انت مثلا بتبتدي تعومي، بتروحي رايح جاي، درجه الحراره، خلي بالك برضو كمان البرتغال واخده جزء كده مع المحيط. يعني هتلاقي البرتغال واخده زاويه كده مع اسبانيا، بحر مع محيط، فتلاقي الدنيا هناك التيارات شديده. طب ما تنقي وقت في الاسبوع، مش لازم الويك اند، انا بقترح يعني. يبقى تشوفي، اكيد بيجي البرودكاست بتاع الجو، بتشوفي والله انا عندي الويند هيبقى عالي في اسكندريه مثلا 3 2 3 4، طب ما تروحي تلعبي في الوقت ده او تعومي في الوقت ده. هو احنا بنشوف كده، بس احنا المشكله ان احنا الوقت محكوم قوي، لان خلاص البطوله كمان اسبوع ونص. ف
احنا بس عشان الوقت محكوم ولسه عندنا اجراءات كمان، كان عندنا السفاره وحاجات كده، فكان في ما كانش هو اللي اسمه الويك اند، هو ده اكتر حاجه تعملوها. طب ليه ما ابتدوش بدري؟ ما هو البطوله كانت المفروض اصلا تتلعب 30/5 والاتحاد الدولي اجلها. طب انت استعديتي لو ما كانت 30/5؟ يعني كنا مستعدين ان هي تبقى 30/5 وكنت بتعومي وكنا جاهزين. ايوه وتروح اسكندريه برضو كل حاجه وبس هما الاتحاد الدولي لغاها قبلها بشويه واجلها ل 19/6. ف طبعا البروجرام اتغير شويه لان احنا محتاجين نعوم اكتر في وقت الوقت كبر اكتر، فمحتاجين نزود. طب يعني انت بتعومي لوحدك يعني بتروحي هناك معاكي يعني سباحات تانيين سباحين تانيين، ولا بتعومي لوحدك يعني مين اللي بيشارك معاكي؟ لا معايا سباحين مؤهلين تانيين اتأهلوا خلاص. لا ما تأهلوش اولمبياد، اتأهلوا للبطوله برضه بتاعت البرتغال. انا وهانيا مورو ومروانه العمراوي وواحد اسمه الهامي. انتوا رايحين انتوا كلكم البطوله يعني كلكم ما حدش منكم اتأهل الاولمبياد لسه؟ لا. طب طبعا بتاع كوريا او بطوله كوريا اتاهل منها مجموعه، حد اتاهل من افريقيا؟ ما حدش. لا بس اوروبا اكيد في حد اتاهل طبعا. طبعا هم توب 10 من اوروبا كلهم. بس خليني اقول لك برضو ان هو اللي تاهلوا مش هيشاركوا ولا جايين برضو يهاجموا ولا ايه؟ مش عارف. مش هيشاركوا لان الاتحاد الدولي منعهم ان هم يشاركوا بالزبط. عشان الكورونا، عشان يقللوا العدد. ما هو ده لوجيك، انت تاهلت جاي ليه؟ خلاص بقى روح ما هم طبعا ان احنا نشارك في بطولات اكتر ده بيساعدنا ان احنا نبقى احسن، لان الاحتكاك مع الناس اللي بره اكتر بيخلينا احسن. طب خليني يا ساندي اتكلم معاكي في تفاصيل. انت في كوريا جيتي في المركز الكام بالظبط؟ 48. هنقول في 10 منهم بره، ما هو العشر الاوائل خلاص مش جايين. ما انا بفكر معاكي، يبقى كده انت في المركز ال 38. حلو الكلام. كان سابقك في ال 38 دول، سيبك من 10 الاوائل، في ال 38 دول سابقك بس بتاع جنوب افريقيا. بس هي يعني الواحده اللي هي سابقتك يعني ال 38 دول. انا ماليش دعوه ان انت 38، ليها دعوه مين في افريقيا سابقك، لان كل ده مش مهم. هي واحده بس يعني انت التحدي التشالنج بتاعك وارد ما تروحش. لا هي رايحه بس، هي ان شاء الله يعني ان شاء الله اكسبها. ان شاء الله تكسبيها، بس انا بقول لك يعني انت اجتهدتي وتعبتي. ساعات بيحصل حاجات انت مش عامل حسابك فيها. أيوة يعني ساعات كده ظروف السبق ما بنبقاش عارفين ايه اللي هيحصل، ما ممكن يحصل اي حاجه في السبق. طب مين بيمرنك من المدربين في المنتخب؟ كابتن اشرف صلاح اللي بيمرني في النادي. في النادي انت كنت معانا في بطوله شرم الشيخ. أيوة. رحت خدتي هناك المركز الاول. المركز الاول. وكان معانا برضو مين فاكره؟ محمد عادل. صح. محمد. ومحمد رايح السبق ده صح برضو ولا مش؟ لا ما تأهلش. ما تأهلش للبطوله دي. طب انت تأهلت لها ازاي بطوله البرتغال دي؟ كان عندنا قياس من اسبوع تقريبا هنا في مصر. هم قالوا هيختاروا 2 مننا يعني، وهم اختاروني انا وهانيا. بس نزلنا قياس عملنا 10 كيلو يعني عمنا. فين بقى؟ في اسكندريه. انت في اسكندريه برضو؟ لا وقبليها اتمرنتوا شويه ولا؟ انا قبليها رحت اتمرنت بس هو كان لوحدي يعني. ما طب خليني عايز اعرف تفاصيل اكتر، الموضوع مشوق جدا. بس خلينا نطلع فاصل اعزائي المشاهدين، هنطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع سباحه النادي الاهلي ومنتخب مصر ساندي ايمن. اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا مع ساندي ايمن سباحه النادي الاهلي. بس الحقيقه معانا عبر الهاتف كابتن وائل عزت رئيس جهاز العاب الماء بالنادي الاهلي. اهلا بيك يا كابتن وائل. باشمهندس هيثم وكابتن هيثم اهلا بيك، وحشت جدا جدا جدا. لا ده حضرتك اللي وحشنا جدا، وعايزك تسخن بقى عشان الحلقه بتاعت الحصاد. يعني عايزك وتجيب لي بقى برضو الورق اللي حضرتك بتيجي بيه والاجنده الصغيره دي، على فكره تخصني عايزها. ها حبيبي يا كابتن وائل، ازيك؟ حبيبي يا كابتن، انت وحشت جدا وانا سعيد بالحلقات اللي انت بتعملها، وحاجه محترمه جدا 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 والله. يا كابتن ده حضراتكم الاساس وانتوا الابطال، واحنا مجرد عامل مساعد لحضراتكم لان انتوا اللي بتبذلوا المجهود. كابتن طمني على ساندي وفرص تاهلها للاولمبياد. ان شاء الله بشئت الله ساندي دي بطلتنا المستقبليه ان شاء الله بشئت الله، ربنا يكرمها في البطوله اللي جايه. هتسافر هي وهانيا وربنا يكرمهم ايا كان. عندنا ساندي وهانيا ابطال مصر، و حاجه تشرف والله. يعني انا على المستوى الشخصي فندي الواحد يعني بيحس ان هي ببيت راجل زي ما بيقول. مفيش بطوله بتنزلها ما بتاديش على اعلى مستوى، ما بتجيبليش ميداليات ذهب، مفيش اي وقت بنطلب منها اي حاجه عشان خاطر النادي الاهلي. صراحه ما تتاخرش يا باشمهندس. وخلي بال حضرتك برضو يا كابتن، يعني دعم حضرتك المتواصل سواء لهانيا او ساندي
حتى كان في بطوله شرم الشيخ لما رجعوا حضرتك يعني كنت داعم ليهم وفرحان بالانجاز اللي هم عملوه. يعني حصل موقف هي حتى جت استأذنتني يا كابتن وائل عايزين نقعد شويه، قلت لها اللي انت تطلبيه انا موافق عليه، انا ما قدرتش ارفض لك طلب حتى، يعني هم بيجيبوها بواسطه بالنسبه لي. فانا من الناس سند تحديدا وهانيا، يعني حاجه بجد، يعني نادي الاهلي بيبقى سعيد بالابطال دول، وهم دول زي ما بيقولوا كده الموديل بتاع النادي الاهلي او القدوه للاولاد اللي جايين ان شاء الله. في اكيد يا كابتن. طب مش هينفع بحضرتك تبقى معايا بقى وما تطمنيش على القطاع كله اخباره ايه؟ طب احنا هقول لك على حاجات كده اول مره تحصل. يا ريت. الحمد لله احنا السنه دي في قطاع الناشئين في كره الميه ما سبناش بطوله ما خدناهاش. ما شاء الله. حاله 2001 2002 2003 2004 2005 اول مره خمس المراحل اول الحمد لله احنا وهيليوم ما شاء الله النهائي، واحنا الحمد لله كسبنا، ودي حاجه الحمد لله ترجع الفضل ليها من اول مدير جهاز كره المياه الاصغر عامل على حمام السباحه في كره المياه. الناس كلها بتعمل الشغل كويس قوي. ده انجاز كبير يا كابتن. ده احنا كان دايما عندنا مشكله في كره المياه على طول وخاصه الناشئين على طول. احنا الحمد لله خدنا خمس مراحل السنه، وانا متهيألي حضرتك قابلت الولاد بتوعنا وقابلت صحيح. فيعني حاجه احنا فعلا السباحه مثلا بطوله الجمهوريه الفتره اللي فاتت 10 مراحل خدناهم كلهم. ما شاء الله ما شاء الله يا كابتن ما شاء الله. خدنا البطولات كلها الحمد لله، ما شاء الله. لسه الغطس ولسه الباليه وان شاء الله بنوعد، وطبعا الطويله الحمد لله سانتي هي عندك بطله من ابطالنا طبعا، خدت بطوله الجمهوريه الطويله كنا في شرم الشيخ وحضرتك استقبلتنا ساعتها ما شاء الله كلمتنا. فالحمد لله الحمد لله، يعني احنا بنطمح في المزيد. لا يا كابتن انت ما بتشبعش بطولات يا كابتن، خلي بالك ما شاء الله، يعني انت بتحط ايدك في الحاجات اللي على طول، يعني كره الماء دي انا بقول لك الف مليون مبروك الحقيقه، لان انا كانت مفاجاه ليا، انا متابع طبعا بس كان لسه في يعني سنين كانوا لسه ما خلصوش. لسه احنا 2006 بنلعب 2007 حاليا لسه 2006 وان شاء الله نعمل مفاجات ان شاء الله الفتره. شفت انا متابع والله، بس ما شاء الله يا كابتن. وبحاجه وعلى فكره ان شاء الله هنعمل حلقه مخصوصه للابطال دول، وهنجيب مثلا كل يعني من كل فرقه يعني لاعب او اتنين عشان نحتفل معاهم، لان لازم ندعمهم. الله ينور يا كابتن بصراحه. الله يخليك يا باشمهندس. يعني ده النادي الاهلي وده الابطال بتوع النادي الاهلي، وده احنا اللي ان شاء الله الدرب اللي احنا ماشيين عليه عشان النادي الاهلي يستاهل اكتر من كده بكتير. وانت فاهم حضرتك كنت لعيب في النادي الاهلي وانا كنت لعيب في النادي الاهلي، ونبقى فخورين ان احنا اكيد النادي الاهلي اكيد. طب كابتن السباحه عندك حاجات قريبه ايفنتات ولا خلاص؟ لا عندنا لسه بقى، احنا كنا عملنا زي ما بقول لحضرتك البطوله الجمهوريه اتقسمت جزئين. تمام. الجزء الاولاني الحمد لله لعبنا 10 مراحل، خمسه اولاد وخمسه بنات، الحمد لله ال 10 مراحل اول بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. ان شاء الله 8 مراحل جايين ان شاء الله بمشيئه الله نعمل برضه ريكورد جديد، سوري في 6 مراحل جايين ان شاء الله نعمل ريكورد جديد وناخدهم ان شاء الله يا رب. وطبعا قسموه عشان كورونا عشان الاعداد صح؟ عشان الاعداد حضرتك انت عارف البطوله كمان بقت بتاخد وقت طويل. صحيح يعني صحيح. يعني مثلا حضرتك الايفنت بعد كل ايفنت وايفنت فيه صحيح للاجراءات الاحترازيه لكل سبق، ومفيش اولياء امور، يعني الاتحاد الصراحه سباحين بس عامل اجراءات زي ما بيقولوا كده بيحترم بيها الاجراءات الاحترازيه، ومفيش اولياء امور، مفيش جمهور، حتى المدربين باعداد معينه عشان يحافظوا على اولادنا السباحين. حتى بعد اجتماعي طبعا. الف مليون مبروك يا كابتن وائل، ونتمنى لك التوفيق، وزي ما عودتنا طبعا نمره واحد يا كابتن وائل. حبيبي بشكرك كابتن وائل عزت رئيس جهاز العاب الماء، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، ونورتني على شاشه قناه النادي الاهلي كعادتك يا كابتن وائل. ساندي يعني دعم كبير جدا الحقيقه، يعني كابتن وائل عزت قيمه كبيره جدا، ولما بيكون معانا سواء مداخله او بنستضيفه بيثري شاشه قناه النادي الاهلي بروحه الحيويه وحب الناس ليه كله، فطبعا دعمه ليكي الحقيقه بتهيألي حاجه جميله جدا. طب قولي لي يعني يعني علاقتك بكابتن وائل ايه؟ يعني مثلا هل يعني لو حاسه في سبق معين محتاجه دعم اكتر من التمرين، محتاجه بطوله تروحيها، يعني كلميني ازاي؟ هو الحقيقه اي حاجه بطلبها من كابتن وائل عمره ما قال لي لا على اي حاجه، ودايما كان شايف ان انا عمري ما قصرت في حاجه، فاللي انا عايزاه هيحصل. يعني قبل كده قال لي في البطوله لو عايزه اقعدك يوم زياده في السفريه هقعدك. ما شاء الله. فهو بجد ما اتاخرش عني في اي حاجه. اكيد ده النادي الاهلي، والنادي الاهلي عمره ما يتاخر عنك خالص يا سندي. طب قولي لي يا سندي انت خلصتي دراسه صح ولا لسه؟ لا لسه فاضل لي سنه. طب هتعملي ايه في المذاكره والدراسه؟ بس دلوقتي بقت اونلاين الدنيا لطيفه صح ولا انا غلطان؟ شويه يعني، هي لما بقت اونلاين بقينا بنستقبل اكتر يعني، بس انا لما كنت بروح الجامعه بصراحه كانت الموضوع احسن. كان الموضوع اسهل؟ ليه؟ عشان كان في التزام اكتر يعني، اللي هو انا منظمه، انا هروح التمرين وبعد كده الجامعه فهظبط وقتي اكتر،
بس لما بقى اونلاين بقينا بنكسل شويه نفتح الاونلاين. هو البني ادم كده هو كده تلاقي بقى اونلاين طب ما اصحاش طب أيوة. ممكن اخش على الحاجه المهمه. بس خليني اقول لك انه يمكن من السنه الجديده بعد التطعيمات دي لا هيبقى في جامعات فيس تو فيس زي ما بيقولوا يعني كل الجامعات بعتت قالت تقريبا ان اغلبهم يعني ان الدراسه تبقى فيس تو فيس لو كله ياخد التطعيمات. بس خليني اقول لك برده ان انت عندك مهمه صعبه ان شاء الله في البرتغال ربنا يوفقك. وطبعا هانيا كمان مش هننساها هانيا مورو طبعا زميلتك ولاعيبه النادي الاهلي اكيد برده ربنا يوفقكم انتوا الاثنين. بس انتوا اكيد محتاجين تظبطوا هيبقى في فرق توقيت صح ولا غلطان؟ هيبقى في فرق توقيت ساعه او ساعتين بيتهيالي مع البرتغال تقريبا مع المغرب صح او تقريبا نفس خط الطول على ما اتذكر ممكن تبقى ساعتين. فهل ده هيفرق معاكم ولا في السباحه مش قوي؟ هو هيفرق بس احنا نتعود يعني على اول احنا هنروح قبل البطوله بيومين او ثلاثه فهنعرف بابي هتعملوه يعني تخشوا تعملوا مسحه لازم تسافروا المسحه طبعا هنعمل مسحه يوم 13 تقريبا 13 قبل السفر يعني البطوله يوم 19 فانت هتعمل يوم 13 احنا هنسافر 16 او انت هتسافر 15 يبقى هنعمل 12 و14 تقريبا يعني 12 مسحه و14 مسحتين لازم مسحتين قبل البطوله ولما نوصل هنعمل واحده كمان هناك اول ما تروح وهنتعزل كمان هناك. بس خلي بالك يا ساندي لازم تخلي بالك من نفسك كويس يعني انت في البيت تروحي تمرينك قافل على نفسك كحول لان لا قدر الله طبعا يعني ربنا يا رب يكتب لك كل التوفيق ممكن تلقطي من اي حاجه فخلي بالك الموضوع صعب فانت عندك تحدي فني وتحدي ازاي تعملي يعني احافظ على نفسي تباعد اجتماعي وتحافظي على نفسك بس دي مسؤوليه ايوه وانت قدها ان شاء الله. طيب كلميني عن مثلك الاعلى. هو مثلي الاعلى كارتي لادكي في القصيره يعني نفسي يعني اوصل ان انا ابقى بكسب كل حاجه كده عالم يعني نفسي اكسب مره واحده بس عالم ان شاء الله هتكسبي باذن الله. طيب في حد في اسم يعني انت بتقولي كتتويج انما هل في دماغك بطله معينه سواء مصريه او دوليه حابه تبقي زيها؟ لا حابه تبقي شخصيتك واكسب بشخصيتي. كلام جميل. خلينا نطلع فاصل اعزائي المشاهدين ونرجع نكمل كلامنا مع سبات النادي الاهلي سباحه النادي الاهلي الكبيره ساندي ايمن ولكن بعد اهلا بحضراتكم من جديد مكملين حوارنا مع سباحه النادي الاهلي وسباحه منتخب مصر ساندي ايمن. ساندي العوم في البحر صعب بتقابله صعب مفيش مره وانت بتعومي كده لقيت درافيل جنبك سمك قرش؟ لا لقيت سمك عادي. هو انا بخاف من السمك بس بس لقيت سمك يعني فعلا؟ عادي كان فين؟ شرم الشيخ عشان الميه صافيه عشان الميه نقيه قوي فلقينا سمك. ما هو في مين ما بيخافش من السمك؟ انا بخاف من السمك قوي بصراحه يعني كنت انا صغيره في البدايه خالص كنت لما بشوف السمك بعوم اسرع عشان هو انا خايفه منه. ده حاجه حلوه عايزه تبعدي عن الحته اللي فيها السمك. ايوه فبتعومي اسرع. طب ما ده حاجه كويسه. ما هو ده اللي خلاني ابقى كسبت يعني اول بطوله خالص. طب ما حصلش بس كنت بتعومي ساعات احنا بنشوف مثلا الدرافيل ممكن تشوف حد بيعوم تيجي تلعب معاه ما حصلش ده معايا؟ طب يا رب ما يحصلش عشان لو طب لو حصل ممكن تتلغي السباق؟ لا ما اعتقدش بس السباقات بتبقى متامنه قوي يعني بيبقى في مراكب وفي حاجات مامنه. حلو بس هيامنوا تحت ازاي يعني فرضا جيدر فيل مثلا ما بيبقى صح مش بنروح لجوه خالص يعني بيبقى قريبه من الشط بيبقى مش قريبه قوي برضه بس يعني بس اللي هي في مسافه مقفول عليها شويه ما بيبقاش مفتوحه مش بحر مفتوح على الاخر يعني هم بيروحوا للبيئه اللي ما تبقاش فيها سمك كتير بتبقى مدروس كويس اللوكيشن بتاع السباق لان الموضوع ده شغل بالي كتير على فكره موضوع السباقات الطويله بتبقى في البحر وانت في ممكن اعوم الاقي درفيل يعني انت حتى وانت على الشط ممكن تلاقي درفيل بتلعب من غير ما حد يكون بيعوم. طيب انت بدايتك ازاي يعني السباحات او السباقات الطويله مش كل الناس بتحب تلعبها انت بدات ازاي؟ هو في الاول خالص انا بصراحه نزلت الطويله دي غصب عني. ازاي؟ طب احكي لي. الكابتن بتاعي كان مقتنع ان انا هبقى حاجه كبيره فيها فهو طب ليه قال كده؟ عشان انا اصلا كنت بعوم في البسين ديستنس المسافات كبيره يعني حلو فهو كان شايف فيا ان انا هبقى كويسه في البحر بس فهو مين كان اسمه ايه؟ كان اسمه عمرو ابراهيم بس ده كان في نادي الغابه كان قبل ما تيجي النادي الاهلي. طب هو قال لك لا ابتدي عومي سباقات طويله هو اللي وجهك؟ طيب والنادي الاهلي شايفك بقى كابتن وائل شايفك في بطوله؟ هما شافوني من 2012 يعني بعد اول سنه بطولات شافوني وقالوا لي ان هم عايزاني اروح وكده بس انا طبعا وانا 12 سنه كنت حاسه ان انا
لا والنادي بتاعي وفريق وكده. طبعا لسه صغيره، لسه صغيره خالص. بعد كده 2016 بقى رحت النادي الاهلي. طيب لما رحت النادي الاهلي رحت على السباقات الطويله برضه؟ رحت في الاول يعني على ان هم كانوا عايزيني على الطويله، بس دلوقتي بشارك الاثنين يعني قصيره وطويله، بس بتتفوق اكتر في الطويله. ما هو في القصيره بنعوم مسافات طويله، فهي كام في القصيره يعني في حمام السباحه اكتر حاجه بتبقى قد ايه؟ 1500. طب دي سباق اولمبي ولا لا؟ كل السباقات. طب انت ما تاهلتيش فيه ليه؟ لا، ما هو البسين بقى مختلف تماما عن البحر يعني. في التاهل فيه لازم ارقام معينه، في ليست معينه بالارقام لازم نجيبها. طب انت ترتيبك في مصر ايه على ال 1500 في حمام السباحه؟ في مصر الاولى. طيب ما هو الاولى ده رقمك حتى ما جابش ان انت تاهلي الاولمبياد؟ لا لسه. طب متوقع انه يتحسن؟ اكيد. هو لازم يتحسن عشان احسن. بتعومي الاصعب، انت بتعومي الاصعب فلازم هيتحسن. ايوه. طب فرق بينك وبين في حمام السباحه القصير يعني 1500، القصير ده 1500. ماشي. 1500 دول انت وقتك قد ايه؟ بتحققي في قد ايه؟ رقمك احسن رقم؟ احسن رقم 17 دقيقة و23 ثانية. 17 دقيقة و23 ثانية. رقم التأهل كان كام السنة دي؟ أنا بس بعمل كومباريزون. 16 دقيقة تقريباً. 16 أنا مش فاكرة بصراحة قوي. مثلاً نقول 16 دقيقة. نقول 16 دقيقة وربع مثلاً. مثلاً 16 دقيقة 25، يعني أنت عايزة تحسني وقتك دقيقة. ده مش كتير، لو قسمنا دقيقة على 17 نشوف النسبة قد إيه، لأن يعني ده حاجة بسيطة. يعني تقدري بالتمرين تحسني الوقت ده، وانا غلطان يعني. ايوه هو بس عشان تحسن. احنا قعدنا برضو فتره كبيره قوي ساعه الكورونا، هو الرقم اللي انا جايباه ده كان قبل الكورونا كمان. مش مشكله، هتجيبيه تاني. فلما قعدنا بقى عشان الكورونا فاحنا بنعيد من الاول. مش مهم، بس هتجيبيه. هنحاول. يعني قصدي اقول لك انه انت طالما جبتيه كده بالتمرين لازم. طالما جبتيه قبل كده تقدري تجيبيه بعد كده. يعني ده لوجيك يعني، خاصه ان انت دلوقتي بقيتي احسن واقوى وبتعومي سباقات 10,000 متر في البحر. فاكيد ده هيقوي يعني حتى القلب، هيقوي يعني هيقوي كل حاجه. صح. فاكيد هتبقى احسن في ال 1500. طب اخر تجربه ليكي ك 1500 في حمام السباحه كانت امتى؟ من شهرين تقريبا. دي اللي كان الارقام القياسات في مصر عشان التاهل؟ لا، القياسات في مصر دي كانت من اسبوعين. من اسبوعين؟ من اسبوع الاثنين اللي فات. انت شاركت فيها؟ بس مع الرقم ما جابش. انت جبت احسن رقم في مصر؟ لا. هو حضرتك قصدك على ايه؟ انا قصدي على السباق. على القصيره؟ 1500 القصيره. دي كانت البطوله اللي هي فيها تاهيل. دي شاركت فيها من اسبوعين؟ لا، دي كانت من فتره. ايوه، من فتره. وشاركت فيها وجبت فيها 17 23 ولا جبت يعني أكبر؟ لا، جبت اكتر. جبت أكبر. 17 49 تقريبا. مش فرق كبير، بس جبت ده كان احسن رقم. انت كنت يعني اول السبق. بس الرقم ده ما كانش كافي ان انت تتاهلي للاولمبياد. طب ليه ما بيعملوش بطولات دوليه لل 1500 عشان تتاهلي؟ ليه بيكتفوا بالارقام المحليه يعني؟ لا، هو في بطولات دوليه كتير. بس ما هو انا ما جبتش الرقم في مصر عشان تروحي البطولات الدوليه. انا قصدي اقول ان التاهل لل 1500 بس عشان نفهم الساده المشاهدين، انت الاول بتجيبي رقم، بعد كده تروحي بطولات تانية خارجيه عشان تتاهلي منها، صح؟ لا، لو انا جبت لو انا جبت الرقم في بطوله مؤهله معتمده في مصر زي البطوله اللي فاتت، لو كنت جبت الرقم بقى وانا في مصر كنت هروح على طول. بس خلاص فهمت. فهمت. يعني انت على حسب البطوله اللي بتشاركي فيها ايه. لو هي بطوله معتمده من الاتحاد الدولي وقياساتها معتمده وفي يعني اعتماد منه، فانت لو جبت الرقم اوتوماتيك بتتاهلي. أيوة. لو ما جبتيش لازم تشاركي في بطوله تانية خارجيه مثلا تكون معتمده برضو ان هي تؤهل. بس انا كده فهمت. وانت كده نجحتي في ال 10,000 كيلو ان شاء الله، او ال 1500 ما نجحناش، بس ال 10,000 متر ان شاء الله هنقدر نتاهل باذن الله. وخلينا فاكرين ان شاء الله تتاهلي يا سندي. ان شاء الله يا رب. سندي ايمن طبعا سباحه مصر والنادي الاهلي، بشكرك الحقيقه، نورتيني وشرفتيني في قناه الاهلي يا سندي. بالتوفيق ليك ان شاء الله في البطوله اللي جايه ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، ده كان لقائنا مع سندي ايمن طبعا سباحه النادي الاهلي، وبنقول لها كل التوفيق ان شاء الله في بطوله العالم اللي جايه في البرتغال والمؤهله للاولمبياد. وده دورنا احنا كبرنامج الابطال، نقف جنب ابطالنا ان شاء الله حتى يتاهلوا الاولمبياد، ونقف وراهم ايضا داخل الاولمبياد اثناء المنافسات. بشكركم شكرا جزيلا، انتظرونا بكره الساعه 5 ان شاء الله للاستوديو التحليلي ونهائي كاس مصر الكره الطائره سيدات. ان شاء الله عندنا تغطيه متميزه، تابعونا. الى اللقاء.